الاجتماع المسيحي حول العالم هو اجتماع باسم الرب يسوع المسيح وتحت رئاسته. الغرض الأساسي منه هو إكرام مسيح الكلمة وإكرام كلمة المسيح. إيه يعني الكلام ده؟ مسيح الكلمة يعني المسيح الذي تقدم كلمة الله، وكلمة المسيح يعني الكتاب المقدس الذي يكرم المسيح. إن رسالة الكتاب المقدس كله، قال تبارك اسمه في النبوة في مزمور 40:6 ورسالة العبرانيين أصحاح 10:5 يقول مكتوب عني الكتاب كله أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فالمسيحية كحياة وكديانة إذا حبينا ننظر لها من ناحية دي، عبارة عن كتاب واحد، الكتاب المقدس يقدم شخص واحد الرب يسوع المسيح، قام بعمل واحد وهو عمل الفدا، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. قال عنها في عبرانيين 10:10 و10:14 لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. في عصف شديد ضد المسيح وضد الكتاب، لكن مرات كتيرة ننشغل كبشر باحتياجاتنا وإعوازاتنا وتعبنا، وممكن نتسحب لحد لما يبقى كل تفكيرنا في اجتماع العبادة بالتركيز على جراحنا وآلامنا، وهذا أمر خطير جدا يجب أن ننتبه إليه. يجب أن يتعظم المسيح، لأن المسيح يهان في كل مكان في العالم، ونحن يجب أن نكرمه.